هاي يا جماعه، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ويلكم تو ماي يوتيوب شانل لو انتوا اول مره تشوفوني، ويلكم باك لو انتوا اوريدي عاملين لي سبسكرايب. انتوا دلوقتي بتتفرجوا على ساندي بوك داي، وده تقريبا ابيسود نمبر 5 من السيريز. وفي العادي انا كنت بجيب لكم كتاب، بعمل لكم ريفيو عنه، وبقول لكم الكتاب باختصار بيتكلم عن ايه وهل يستحق ان انتوا تشتروه او لا. بس النهارده الفيديو هيكون مختلف شويه، لان حد منكم طلبوا مني في الكومنتس على الانستغرام. النهارده انا هقول لكم اكتر 5 كتب انا قريتهم وحبيتهم جدا. يلا نبتدي. اول كتاب معانا هيكون Atomic Habits لجيمس كلير. الكتاب ده بجد فعلا من احلى الكتب اللي انا قريتها في حياتي. كده كده هعمل لكم ريفيو عنه تفصيلي، وهقول لكم كل حاجه عن الكتاب ده، بس خليني بريفلي كده اديكم نبذه سريعه. مبدئيا الكتاب بيتكلم عن ازاي نبني عادات ايجابيه في حياتنا ونتخلص من العادات السيئه. واكتر حاجه عجبتني في الكتاب ده، بعيدا طبعا عن اسلوب جيمس كلير انه مش ممل خالص، وبعيدا برضو انه مرتب جدا، ودي اكتر حاجتين بحبهم يعني لما اجي اقرا كتب، انه كتاب عملي. بمعنى جيمس كلير مش بس قايل لنا ازاي نتخلص من العادات السيئه ونعمل عادات ايجابيه، لا، هو عامل زي تيبل او سكادول كده نمشي عليه عشان ده يتحقق. فمش بس بيقول لك شويه معلومات او بيجايد يو اللي هو اعمل كذا واعمل كذا، لا، ده معاك ستيب باي ستيب لحد ما تخلص الكتاب ده وفعلا تطبق اللي هو بيقوله. وده كان اول كتاب. كتاب معانا واعتقد انتوا عارفينه، It Ends With Us لكولين هوفر. اتكلمت عن الكتاب ده في فيديو كامل، واسيب لكم اللينك في الكابشن اللي ما اتفرجش على الفيديو. ده بيتكلم عن بنت اسمها ليلي بلوم، كان نفسها تعيش في بوسطن وتعمل محل ورد، وبعدين حبت رايلي، وقبل كده حبت قتل، تفاصيل كتير حصلت في حياتها. ومن خلال التفاصيل دي كولين كانت عايزة توصل مسج مهمة جدا. ايه هي؟ مش هحرقها لكم. تالت كتاب معانا، وبجد انا اسفة ان هو مجهد شوية، The Five People You Meet in Heaven. حاولوا اقربوا للكاميرا يا جماعه. بجد انا عاده مش بابيوز الكتب كده، بس الكتاب ده اصلا كان ضايع مني ولقيته موجود تحت مكتب تفاصيل كتير. خلينا نرجع لموضوعنا واكلمكم اصلا عن الكتاب. The Five People You Meet in Heaven بتاع ميتش ألبوم. فالكتاب بيتكلم عن قصه حياه واحد كان شغال في زي اميوزمنت بارك، يعني حاجه زي دريم بارك او كده. الكتاب يحمل بجد كميه معاني ومسجز فظيعه. اهمهم بالنسبه ليا، وخليني برضو احرقها لكم، هسيب لكم سبويلر الارت عشان حد عايز يسكت، ان باختصار الراجل ده ما كانش عايز يشتغل في البارك ده، تمام؟ وكان عايز دايما ان هو يطلع بره القريه بتاعته ويشتغل حاجه مختلفه عن شغل والده، ولكن الظروف اجبرته ان هو يشتغل نفس الشغلانه اللي باباه كان بيشتغلها. فضل طول حياته عايش في حياه روتينيه بطريقه مش طبيعيه، ما بيحبش الشغل بتاعه، مش شايف ان فيه اي فايده، and so on. بعدين حصل زي حادثه تقريبا، حصل مشكله في لعبه من الالعاب اللي هي الخطيره دي، وبنت صغيره كانت هتموت وهو انقذها، تمام؟ وترتب على ده ان هو توفى. بدا بقى رحلته في العالم الاخر، انه قابل 5 اشخاص. الخمس اشخاص دول كانوا بشكل او باخر في حياته، وبداوا ان هم يقولوا له زي مواقف هو عملها، او مش عايزه احرق لكم حقيقي، بس يعني حاجات حصلت الاذر سايد بقى من ستوري اللي هو ما كانش شايفها، او زي ما بيقولوا كده الحكمه ورا الحاجه اللي حصلت له. اوكي، كل ما حد يحكي له قصه ينتقل لليفل تاني، وحد تاني يحكي له قصه وينتقل لليفل تالت رابع خامس لحد اخر حاجه خالص. اكتر قصه بقى عجبتني بجد، ان هو اكتشف انه هو مش واخد باله الشغل اللي هو ما كانش عاجبه ده هو ده. انا قلت لكم هو كان بيشتغل ايه؟ اوكي اوكي يا جماعه، هو كان بيشتغل ان هو زي بيربط الصواميل بتاعه اللعب وبيعمل الصيانه بتاعتها. من المهمه الصغيره بتاعته قوي دي، ان هو بيربط الحاجه وكل يوم يعدي على الاسلاك يتاكد ان هي كويسه. ده كان عمل عظيم جدا هو كان بيعمله وما كانش واخد باله، لان في اخر الكتاب بقى الكاتب جاب لك ان هو بسبب اعمال الصيانه الصغيره قوي دي، في كم واحد كان بيروح بيته امن، وكم واحد او كم اسره كانت بتروح البارك ده وترجع مبسوطه وتفضل تفتكر الميموريز دي تقريبا طول حياتها، قد ايه هم قضوا وقت كويس بسبب اعمال الصيانه اللي الراجل ده كان بيعملها واللي هو كان مستهتر بيها. فذا بوينت از ان مهما كان الشغل اللي انت بتشتغله، مهما كان صغير ومهما كان بسيط، ممكن يكون سبب في ان حياه شخص تبقى احسن، او انه يومه يبقى افضل، او انه يقضي وقت احسن. فابدا ما تستهتروش باي حاجه صغيره انتوا بتشتغلوها او بتعملوها. وده كان The Five People You Meet in Heaven. رابع كتاب معانا، والكتاب ده انا لسه مخلصاه من قريب، وبجد الكتاب ده جامد. انتي خريستوس.
لدكتور احمد خالد مصطفى. انتيخريستوس هو كتاب عربي، هو روايه كتاب في نفس الوقت، هو بيوصل لك كل المعلومات في هيئه روايه، فممتع بجد جدا، ما خدش مني وقت خالص، قريته تقريبا في يومين. هو حوالي كام صفحه؟ 311 صفحه. ده بيتكلم عن مفاهيم حصلت في الكون من بدايه الخلق، بيتكلم عن اصل الماسونيه، بيتكلم عن اليهوديه، المسيحيه، الاسلام، نشاه الحضارات القديمه ومن ثم انهيارها، بعد كده العالم الحديث، والاهم من ده كله النظام العالمي الجديد. ما اعرفش ايه هو النظام العالمي الجديد، فلازم يقرا الكتاب ده، هو بيتكلم عن كل حاجه بالتفصيل. الكتاب الاول انا كنت فاكره رعب، كنت ببقى خايفه وانا بقراه، بس بعدين فهمت انه لا بجد مش رعب، ما فيهوش اي حاجه تخوف، انا بس اللي كنت حاسه ان هو ايه مرعب، ان هو احمد خالد مصطفى جابها ازاي، انه راجل تمام لم اكسبلورر حاجه زي كده، وصل لاعلى درجه في الماسونيه اللي هي الدرجه 33، ايه بدا ان هو يحكي كتاب ده اللي هو انتي خريستوس، وهو قاعد مستني بتاعه الماسونيه يجوا يموتوه بسبب المعلومات اللي هيشاركها في الكتاب ده. بيتكلم في الاول عن شياطين وعن حاجات كده، وانا بصراحه بخاف قوي، فكنت خايفه في الاول، بس بجد ما بيخوفش. رقم 5 هو في ممر الفئران لاحمد خالد توفيق. مبدئيا انا بجد بعشق احمد خالد توفيق، وقريت له حاجات كتير قوي، ومن اكتر الناس المحترمه اللي كتبت كتب وروايات، طبعا الله يرحمه ويحسن اليه. في ممر الفئران لاحمد خالد توفيق من احلى الكتب اللي انا قريتها له. الكتاب باختصار بيتكلم عن شخص اما بين الحياه والموت، دخل غيبوبه، وفي الغيبوبه دي دخل في ممر الفئران، دخل عالم تاني، عالم موازي، عالم هو مش فاهم هو ايه، والعالم ده لقاه عالم مظلم. يعني ما عنديش حاجه تانية اقولها عن الكتاب ده بصراحه، لان اي حاجه تانية هقولها هحرقها لكم، وانا مش عايزه احرقها لكم. وبس احنا كده وصلنا لاخر الفيديو، اتمنى يكون عجبكم، ولو عجبكم بليز قولوا لي في الكومنتس، وبقرا على اليوتيوب اعملوا لي سبسكرايب.